احنا الان بصدد واحد العمليه اللي عندها واحد الاهميه كبيره بالنسبه لتوفير الماء، هذه الماده الحيويه اللي هي الدم، اللي ما عمرنا تيكون عندنا مخزون كافي. اذا تيخصنا نديروا هذه العمليه تاع التبرع بالدم بواحد الشكل دوري، وبالتالي تحت الاشراف تاع ولايه جهه مراكش اسفي والاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، وبمبادره من مركز تحقن الدم جهه مراكش اسفي، تتنخرط المديريه الاقليميه كذلك في هذه العمليه، واللي عرفت واحد الاقبال كبير من جميع الرجال والنساء التعليم، وهذا مغربش عليهم، فهم عندهم هذا الحس التضامني، وحنا كاملين تندعيو الجميع باش نتضامنوا ونوفروا هذه الماده الحيويه اللي فاش غادي فاش تحتاج لها الانسان لا قدر الله وتلقاها تتعطي حياه وتتوفر لنا واحد الامن للناس اللي ممكن يتعرضوا لمخاطر لا قدر الله. في إطار هذه الحملة ديال التبرع بالدم بشراكة مع المديرية الإقليمية لمراكش، حنا كأطور تربوية تنساهموا بدورنا في إطار الواجب من أجل يعني الزيادة في المخزون. تنعرفوا جميع بأن هذا المخزون يعني في هذه المادة الحيوية هو يعني قليل أو ضعيف، وبالتالي حنا تنجيو في هذا الإطار من أجل التبرع والمساهمة بدورنا كأطور. إذا وهذه هي حملة يعني اللي هي الحمد لله، وهذا واجب وحملة واجب اللي هو وطني على جميع المغاربة. إذا نطلب من جميع المغاربة، جميع الأطر، جميع الهيئات أن تساهم في هذه الحملة والتبرع بالدم. إذا وأخيرا نشكر جريدة أنفاس على دورها وعلى العمل اللي تقوم فيه في إطار هذا العمل التضامني، وشكرا لكم جميعا.